بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي. فيديو النهاردة اللي طلب مني فيديو الغسالات الفرز الأول والفرز الثاني. النهاردة يا جماعة هنشوف غسالة بنص تمنها، مش كده وبس، ومستوردة. أحلى الماركات هنتفرج عليها. طبعا هنفتح الغسالة دي وهنشوفها إن شاء الله كلها قدام حضراتكم. عندنا كمان زانوسي، عندنا العبد، عندنا يونيفرسال، عندنا وحش السوق، غسالة وحش السوق. ده غير كمان النهاردة عندنا الغسالات النص أوتوماتيك، وكمان غسالة بتشتغل بالبلوتوث. هنتفرج على كل ده وندخل نتفرج. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. أما بالنسبة للعنوان، احنا في سنتر عالم التوفير، عنوانه المنصورة، شارع مجمع المحاكم، عند النقيتي العطار. السنتر اسمه ايه بقى؟ عالم التوفير. تمام، بسرعة بقى ندخل على الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وعلى فكرة في شحن لأي مكان. نبدأ النهاردة فيديو الغسالات من عند عالم التوفير، ومعانا طبعا أستاذ عبد العليم. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وشرفنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل طيب. أوراقنا الفاضل. عالم التوفير الأجهزة الكهربائية يا جماعة بيقدم لكم أحسن خصومات، أحسن عروض. كل الأجهزة الحمد لله بفضل الله متاحة عندنا، متاحة بوتاجازات، ثلاجات، غسالات. موجود معانا عرض العروسة، عرض العروسة النهاردة يا جماعة ب 11800 جنيه. عرض العروسة ده بالنسبة للأجهزة، بياخد ثلاجة وبياخد بوتاجاز وبياخد غسالة وبياخد شاشة. ده بالنسبة لعرض العروسة. معانا عرض تاني العروسة ب 2300 جنيه. نأكد عليهم في كل حاجة، لأن الحاجات ديت بنوفر معاها أسعار كويسة جدا، منتجات جميلة جدا. معانا النهاردة الحمد لله بفضل الله شغل الغسالات. عندي غسالة مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده، بنبتدي بالغسالة ايه؟ ال جي. ايوه، اللي الناس كلها بتتكلم عليها دي. احنا طبعا عندنا غسالات يا جماعة بتبدأ من أول 3800 جنيه. تمام. ومعايا غسالات طبعا أعلى حاجة، معانا أقل حاجة ومعانا أعلى حاجة. أعلى حاجة مثلا زي اللي حضراتكم شايفينها دي، ده ال جي. دي ال جي. بنتواصل معاها بالبلوتوث وبنتكلم معاها وبنتعامل معاها ايه؟ بلوتوث من بره يعني. حلو من جدا. ما شاء الله، كل حاجه فيها جميله جدا. تمام، هنبدا معاكم من اقل الاسعار. نبدا بقى كده عشان ما نخدكمش بقى، عشان ما نبداش ايه، ما الناس مننا. معانا غساله هنا ديت ويت بوينت العب. ايوه. تمام. دي 5 كيلو، دي بتعمل 4000 جنيه. طبعا دي ضمان زي ما حضراتكم شايفين، ضمان بتاعها. ضمان بتاعها اهوت، ده ضمان بتاعها. تمام. دي الغساله دي تبدا معايا من اول 3800 جنيه لعملائنا الافاضل. معانا غساله كويسه جدا، 3800 جنيه. 3800 جنيه ما شاء الله، سعرها تحفه. معانا دي ب 4700 جنيه، منزلين عليها عرض النهارده عشان خاطر حضرتك شرفتينا النهارده وجايين من اسكندريه مشوار. وان شاء الله باذن الله ديت هتعمل 4300 جنيه. 4300 جنيه. تمام. الغساله ديت ما شاء الله كويسه جدا، و7 كيلو من وايد بوينت، غساله محترمه وسعرها كويس جدا. تمام. معايا غساله الاندست زي كده. الحاجات دي بقى دي المستورده يا جماعه. انا باخد غساله ايطالي، المكونات بتاعتها ايطالي. تمام. السعر طبعا قبل الخصم ده عامل 10000 جنيه. بعد الخصم 8900. لا، انا بنزل خصم على الخصم ان شاء الله باذن الله. الغساله دي هتعمل 7900 جنيه. 7900 دي فرز ده فرز اول، معاها ضمانها 5 سنين. تمام. غساله اندست، غساله تحفه يا جماعه. الغساله ديت تحفه، ديت غساله ايطالي. كل الغسالات الايطالي هنقول عليها ايطالي، المصري هنقول مصري. كل الحاجات ديت يا جماعه حاجه كويسه جدا، موفره للطاقه، شاشه ديجيتال، شكل تحفه. الغسالات يا جماعه، الغسالات يا جماعه عليها خصومات كبيره جدا. حلو. وبعدين غالبيه الغسالات اللي عندي كلها، كل الغسالات اللي عندي دي تصفيه معارض. يعني ايه تصفيه معارض؟ معرض كبير فاتح مكان كويس وراقي جدا، الغسالات زي ديت خلاص بيصفوا المعرض، خدناها منه بنص السعر وبنعرضها لحضراتكم بنص السعر، وبنوفر لحضراتكم، بنوفر ليكم. ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بس كل عندنا غساله زي ديت 10 كيلو 1600 لفه. 1600 لفه ديت، يعني الغسالات بتبقى 800 لفه، 900، 1200، دي 1600. 10 كيلو الغساله دي بتعمل معايا هنا 10 ونص، زانوسي. زانوسي دي 10 كيلو يا جماعه. الغساله ديت تحفه، تحفه فنيه، موجوده في مصر فعلا. 10 ونص. ده تحفه كده، كانك قاعده جنب شباك طياره. ايوه ما شاء الله. وفيها البرامج كويسه جدا، ودرج المسحوق، والضمان بتاعها 5 سنين ب 10500 جنيه. احنا طبعا الغساله دي هنوفرها لكم ب 9900 جنيه، موفره 600 جنيه عندنا عشان بس مطبعين الصفحه. انتوا شايفين هو طياره. طياره فعلا. يلا شكل ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. طبعا الغساله دي لو حضرتك بس توريهم الاستيكر ده ايطالي. أيوة. الغساله ايطالي، صناعه في ايطاليا. تمام اهو، صناعة في ايطاليا اهو. تمام. الغساله الزانوسي طبعا بيبقى فيه موجود مصري وبيبقى فيه تركي وبيبقى فيه ايطالي، وايد بوينت نفس القصه. الحاجه المصري هنقول مصري، والايطالي هنقول ايطالي، والتركي هنقول تركي. عندي غساله زانوسي تاني برضو يا جماعه،
9 كيلو ب 9400، لا احنا نازله معانا النهارده ب 8900 جنيه. 8900 جنيه بدل 9400. تمام. 9400 خصم بعد الخصم. ايوه. يعني الغساله دي متوفر فيها اقل حاجه خالص 2000 ونص. ده غساله زانوسي 9 كيلو 1400 لفه. برامج كويسه جدا، اكتر من 15 برنامج في الغساله. حلو جدا. ما شاء الله معانا غساله هوفر. ما شاء الله. تمام. دي ب 12900 جنيه. لان دي غساله دي ايطالي جايه مستورده من بره وحاجتها عاليه جدا، بس ان شاء الله باذن الله. ودي الشهاده الضمان بتاعتها بتاع العربي، لسه كيسه مقفوله زي ما هي حضرتك. فرز اول برده. ده فرز اول لسه كيسه مقفوله. تمام. الغساله دي تحفه يا جماعه، فنيه وشكلها تحفه، وبتعمل 12900. النهارده هتنزل عليها 1000 جنيه خصم كمان ب 11900 جنيه بدل 12900. ما شاء الله ممتازه وشكلها تحفه وشكلها جميل جدا ما شاء الله. ممكن النهارده في غساله، معلش ما في فوق اوتوماتيك ديت، بس هنفتحها قدامكم. دي يمكن لسه اول مره تتفتح، نشوفها كده. لو حضرتك صورتي دي مبيعات حكوميه جمارك معناها مستورده. يعني مستورده وهي 14 كيلو. الغساله دي بنوفر فيها نص ثمنها يا جماعه. الغساله دي بتعملها اقل حاجه 8000 جنيه بره. تمام. الغساله ديت 8000 وشويه. دي بطلت الفيديو النهارده. دي بطلت. الغسالات ديت ما شاء الله. بصوا يا جماعه حضرتك شايفها، يمكن إيه؟ كل الحاجه بتيجي بنفتحها قدام حضراتكم. يمكن اول مره تفتح جايه من الجمرك علينا على طول. تمام. ديت ما شاء الله شكل تحفه. غساله 14 جوه، الفلاتر زي ما حضرتك شايفه كده، الغساله زيرو. انت حضرتك لو بصيت شويه كده هتشوفي شكل الزيرو وريحه الزيرو فيها. ايوه. عارفين ريحه الحاجه الجديده؟ لان دي جايه من بره ما شاء الله. أيوة. الغساله دي النهارده يا جماعه بنوفر فيها اكتر من 4000 جنيه. 4000 جنيه. بنوفر فيها اكتر من 4000 جنيه. عندنا بتعمل 4750 جنيه. تمام. عشان تجيب غساله ايطالي زي كده ومستورده من بره مش هتقل عن 9000 جنيه 8.5. تمام. ميزان اتزان ما شاء الله، باب كويس جدا، حجم كويس جدا، عمق غساله كويسه جدا. وفتحناها قدامكم. الغساله زي ما حضراتكم بتشوفوها كده بتيجي مصادرات جمارك وبيبقى فيها سعر كويس جدا. هي المفروض فرز اول جديده زي ما حضرتك شايفها، بس هي تصدر الجمله. دي بنبيعها حاجه اسمها مصادرات جمارك، فرز اول حتى ما فيهاش الخربوش، وبنوفر فيها بال 4000 و 5000 جنيه. حلو. ده بالنسبه للغساله دي. تمام. عندنا ال جي. تمام. غساله محترمه برده، دي 9 كيلو بتتباع بره في اي مكان بره في مصر ب 12000 ونص. الغساله دي باذن الله ان شاء الله باذن الله موفر لنا يا جماعه. ده فرز اول يا جماعه. ديت بتبقى جايه برده شغل تصفيه معارض مع عند كميات واخدينها زي ما حضراتكم شايفين. جديدة زيرو بضمانها. تمام. الغسالة دي بنوفرها يا جماعة لعملائنا الأفاضل ب 11300 جنيه. تمام. 11300 جنيه أنت موفر لك أكتر من 2000 ونص في غسالة جديدة زيرو. معانا كله بقى الغسالات بنفس القصة كده. الغسالات الأوتوماتيك دي يا جماعة أكبر توفير هتلاقوه موجود عندنا في الغسالات الأوتوماتيك. عندنا ريستون، عندنا 7 كيلو ريستون، عندنا الإندست. عندنا الإندست، عندنا زي ما حضرتك شايفة فيه كده الغسالات موجودة برضو الوايت بوينت. دي ب 5000 جنيه. دي بخمسة؟ دي ب 5000 جنيه ما شاء الله، غسالة تحفة. عندنا السامسونج، كل الماركات كده الحمد لله متوفرة عندنا. الشارب الحمرا دي كمان حلوة قوي. الحمرا طبعا اللي بيشجع الأهلي. تمام. دي غسالة تحفة، شكلها شيك، بتنفع المطابخ، يبقى الشكل بتاعها الجمالي كويس جدا. فعلا. وطبعا بتوفر فيها مبلغ كويس. يعني الغساله دي ب 5.5 منزلين عليها العرض اللي متابع الصفحه بتاع حضرتك 5200، وهو لو اشتراها من بره هيجيبها ب 7.5. عندنا غساله مثلا زانوسي زي كده تمام ب 4800، موفرينها النهارده ب 4200 جنيه. 4200. وهي بره بتعمل لها حوالي 6.5. حلو قوي. هنخش على الغسالات الهوف. طبعا الهوف زي ما حضراتكم شايفين الفريش اللي متوفر عندنا. تمام. وهنخش هنشوفها بقى مفتوحه. ايوه. هنخش معانا على غسالات الهوف. معانا هي الهوف اهي. بصوا بس ايه الاشكال الجديده دي؟ دي شكلها تحفه. الغساله دي يونيفرسال، دي كانت جايه مستورده من بره. ايوه. لان طبعا يونيفرسال ما بقتش موجوده في السوق. غساله 7 كيلو بنوفرها لحضراتكم ب 1450 جنيه بسعر كده ببلاش 7 كيلو. ودي حلو قوي ب 1350 جنيه. شكل جميل جدا وشكل تحفه. حاجات جديده. لا حاجات شكلها تحفه. الشكل جميل جدا. دي كام كيلو؟ الغساله دي 5 كيلو. 5 كيلو وكام بقى؟ 5 كيلو يونيفرسال بتعمل 1300 جنيه. 1300 جنيه. 1300 جنيه. تمام. شكلها شيك جدا وشكلها روعه. وشيك يونيفرسال. عندي برده الغساله بقى الفوق اوتوماتيك، دي برده غساله يونيفرسال ما شاء الله. ده بتاع العصر ودي بتاع الغسيل. دي الهاف ماتيك. دي الهاف اوتوماتيك. ايوه. معايا عندي الغسالات بقى الوايت بوينت. تمام. وحش السوق المصري دلوقتي غسالات الوايت بوينت دي يا جماعه. واسعارها جميله جدا. غساله ديت 10 كيلو. تمام. وايت بوينت. ايوه. دياموند. تمام. غساله محترمه جدا. معايا الوايت بوينت
أيوة. غساله 15 كيلو برده غساله كويسه زي ما حضراتكم شايفين، ده الضمان شركه وايت بوينت العبد. غساله شكلها شيك ومحترمه جدا، حلو جدا. جميله جميله جميله. ودي واحده هينوس اوتوماتيك فريش، اوتوماتيك الفريش حضراتكم عارفينها على طول، 7 كيلو تمام. تمام. عندي غساله وايت بوينت 11 كيلو تمام، جميله جدا دي بتعمل 4700 جنيه 11 كيلو، احنا برده بنوفرها. دي ضمان 5 سنين يا جماعه، غساله محترمه وغساله كويسه جدا وحالتها كويسه تمام. طبعا ديت يمكن تبين لكم فرق الغساله الايطالي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الحجم ديت 11 كيلو، الثانيه حجمها 14 كيلو، الثانيه ايطالي دي مصري، الثانيه بنتكلم فيها في 4750 ودي ب 4750، يعتبر الاسعار متقاربه من بعضها، بس بناخد حاجه ثانيه خالص. في الغساله الثانيه عندنا الغساله ديت بتعمل 4000 جنيه. ايوه دي 4000 يا جماعه، 4000 جنيه. دي ماركتها ايه دي؟ بابليك. تمام. وعندنا الغساله توشيبا ال 8 كيلو. ايوه. المفروض ال 8 كيلو دلوقتي مش موجوده دلوقتي خالص في مصر، بس الحمد لله متوفره عندنا. تمام 8 كيلو. انتوا عندكم كنوز يا استاذ عبد العليم. الحمد لله عندنا كل الاجهزه موجوده واسعارها جميله. ما شاء الله. عندنا الغساله يوني اير دي ب 3900 جنيه. 3900 جنيه. غساله 10 كيلو وفوق اوتوماتيك محترمه جدا في الفرز الاول. تمام. عندنا الغساله ديت الواير بول اللي احنا فتحناها قدام حضراتكم. تمام غساله محترمه جدا الواير بول. تمام عندنا وحش. واو. وحش الغسالات. دي 18 كيلو. تمام عشان تجيبها من مصر هنا النهارده دي يونيفرسال بتبقى 8 مساعد. ايوه. حاجه محترمه جدا عشان تجيبها من مصر النهارده، دي طبعا الكتالوج بتاعها والخرطوم نفس الميه. بصوا يا جماعه الحله بتاعتها قد ايه؟ دي بقى لو حد ايه عايز يستحمى ولا حاجه وكسر يخش بانيو يخش يستحمى فيها. حجم كويس جدا. حلو قوي. غساله محترمه قوي. تمام والباب هيدروليك زي ما حضراتكم شايفين من يونيفرسال. الغساله دي بتعمل عندنا 7200 تمام، دي عمرنا الافاضل ومتابعينا على الصفحه تبقى 6900. الغساله دي عشان تجيبها من بره مش هتقل عن 10000 جنيه. تمام. فما شاء الله موفر فيها عالم التوفير تمام. ملوك التوفير. لا الحمد لله بفضل الله اقل اسعار موجوده في مصر بفضل الله واسعار تحفه. ديت غساله 14 كيلو بتعمل 5500 طبعا وايت بوينت العبد. ايوه. وان شاء الله باذن الله برده عليها خصم 300 جنيه. 300 جنيه خصم للمتابعين. للمتابعين طبعا. اسمعوا وخدوا بالكم. ايوه. دي غساله 9 كيلو 3700 جنيه. ايوه. 200 جنيه خصم برده ليهم. ايوه. طبعا كل الاسعار دي اقل من بره وبندي خصم كمان. يعني حلو جدا. اسعار اقل من بره وبندي خصم. غساله توشيبا اخر حاجه معانا. غساله توشيبا ديت طبعا اخر بس مش اخر. كويسه جدا ما شاء الله. وطبعا معانا غسالات الاطفال حاجه زي كده بتبقى 750 جنيه تبقى اطفال، بتبقى حاجه برده كويسه واسعارها جميله جدا. تمام. متشكرين جدا يا استاذ عبد العليم. طبعا في شحن لاي مكان، شحن موجود لكل الاماكن كل المحافظات الحمد لله، شحن المنصوره مجانا وشحن المحافظات الباقيه 100 جنيه. تيجوا تشرفونا في معرض عالم التوفيق، كل اللي بيجي يزورنا طبعا بياخد هدايا كويسه جدا وبياخد خصومات روعه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا يا استاذ عبد العليم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.